الو سالم مش ورا خديجه. τον ακολουθώ. Έρχεται. كنت خايفة تصغر دماغك وما تجيش. أصغر دماغي ليه؟ وبعدين هو أنت تديني فرصة؟ أنت خبطتي المكان والميعاد ورحتي قافلة السكة. ما رضيتش بقى أسواحك عشان العيش والملح اللي بينا. واخدة بالك أنت بالعيش والملح دي؟ ولا العيش هنا نسيتك إن العيش والملح بيبقى عهد وأخوة بين الناس؟ عمر أنا آسفة بجد على اللي حصل إمبارح. لا، أنت مش هتفتح بقك بولا كلمة لحد ما أخلص كلامي. بصراحة من ساعة ما شفتك أنا عاجبني طريقتك في الكلام. شكلك. وانا حياتي هنا مقفوله عليا. كل اصحابي في المدرسه عندهم بوي فريند الا انا، وكلهم نون فيرجن الا انا، وكل الحكايه عايزه ابقى طبيعيه زيهم. بس بابا وماما طول الوقت رافضين ان انا ادخل في اي علاقه. غلطانين، مالهمش حق. ازاي يعملوا كده مع بنتهم؟ لازم يدوكي فرصتك كده انك تنطلقي، فرصتك في الانحراف. وانت بتتريق عليا؟ لا يا خديجه مش بتريق. انت عايز الحق. السبب اللي خلاني امشي واسيب البيت انا خفت اضعف. لما اخش السرير والاقي واحده زي القمر قاعده لي فيه. اكيد هضعف، انا مش ملاك يا خديجه. وما ضعفتش ليه؟ عشان انت بنت الدمنهوري. الراجل اللي قاويني في بيته. خلاص لو المشكله في بيت بابا انا ممكن اجي الاوتيل. يا بنتي احنا هنركب لك حسنه، انت لاقي نفسك في الشارع بالراحه. لا ينفع تجي لي الاوتيل ولا ينفع اجي لك البيت. ليه؟ عارفه الفكره في ايه يا خديجه؟ الفكرة إن أنا مش قاعد. والموضوع ده ما ينفعش يبقى ليلة وتعدي. يعني أنا لو قاعد ومستقر كان ممكن. طب خلاص ما تعيش معانا هنا. عيش معاكوا هنا؟ أبوك وأمك يصرفوا عليا ها؟ كل حاجة نصيب. محدش عارف بكرة في إيه. طب أنا عندي فكرة. خير؟ إيه رأيك ترجع تقعد معانا تاني في البيت؟ وأنا وعدك مش هعمل كده تاني. أنا ممكن أعمل كده تاني. أنت ليه مصممة تحط البنزين جنب النار؟ يعني إيه؟ يعني أنا مش هشوفك تاني؟ أكيد هنتقابل. طب إزاي وفين؟ لما تحبي تشوفيني قولي جزر. جزر؟ جزر بتاع إسماعيل ياسين. مين إسماعيل ياسين؟ يا نهار أبوك أسود. ما تعرفيش إسماعيل ياسين؟ الراجل اللي ضحك مصر والوطن العربي. قد اللي بناخده من الغرب. أنا لو من أبوك أشحنك على أول طيارة على مصر. أنا رحت كام مرة بس ما انبسطتش. طبعًا، تنبسط إزاي وأنت ما تعرفيش إسماعيل ياسين؟ إزاي ما تعرفوش أبوك معلق صورته في القهوة؟ بابا معلق صور لممثلين كتير بس انا ما اعرفش حد منهم. يا خساره. الراجل من حبه في بلده معلق صور كل الناس اللي بيحبها. يعني فكروه بذكرياته يتدفى بيهم وانت بمنتهى البساطه اللي معروف طول واحد منهم بابا. اعمل ايه يعني اكذب؟ لا ما تكذبيش بس ما تهدميش حلم ابوكي. وانت يعني تعرف حلم بابا ايه؟ اكيد عايز يرجع بلده في يوم من الايام. هو اللي قال لك كده؟ هو ما قاليش، أصل الحاجات دي ما بتتقالش يا خديجة، بتبان في العينين. طيب، إيه رأيك؟ لو تقرا عينيا أنا كمان. عينيكي بتقول إنك جعانة ولازم تروحي تاكلي مع بابا وماما. يعني مفيش أمل ترجع معانا البيت؟ أنت في أمل ترجعي تعيشي في مصر؟
خلاص تعالى اقول لك على حاجه. ما تقولي احنا قاعدين اهو. لا قرب عشان هي سر. ماشي يا ستي. يا نهار ابوك اسود. نهار ابوك. تاني من امتى؟ ابدا كنت بسنجح كده كعادتي فالبوسه شدتني قلت اسيبك براحتك. براحتك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ بقول له شفته. شفت مين ده اصغر من اختي؟ بس ايه؟ مشروع اوزي جامد او سن ده بقى اللي لسه مطلع بطاقه بيبقى ورور ورور. انت هتقول مخك شمال كده؟ يا ابني البيت جاي تشوف مالي، ايه اللي سايبني البيت زعلان؟ كده يعني؟ ايه ده؟ انت كمان سبت البيت؟ اوعى يا عمر تكون حاولت تعمل حاجه مع البت دي. ما ينفعش يا ابني تقرطس الراجل اللي اديك في بيته. بقول لك يا سالم انت بقالك هنا قد ايه؟ اشمعنى؟ اصل شكلك جاي من مصر يعني ومعاك رصيد افلام ابيض واسود مزولك في دماغك. يعني الشيطان ما لعبهاش معاك خالص؟ انا الشيطان لو لعبني هشيل له المشاريب زي واحد صاحبنا. فاكره؟ ماشي يا جامد. قول لي بقى ارغي قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في حته مش بطاله. يعني فين يعني؟ حتى مش بطاله يا سالم، اربع حيطان وارض يعني اوضه مش بطاله وخلاص. اديك مكسوف تقول لي. بس بص بقى يا سيدي، انا استمتعتك جدا من ساعه ما حسبت على المشاريب مع انك انت اللي كنت كسبان، فانا دلوقتي عمري ما هسيبك في اللخبطه اللي انت فيها دي. انت هتيجي معايا تجيب شنطك وتطلع عندي على الاوتيل. شنطك؟ شنطك؟ هي شنطه واحده يتيمه يا ابني. وبعدين مش معنى ان انا استجدعت معاك تردها لي بسرعه كده؟ اتقل. لا عشان تعرف بس ان مش انت لوحدك بس اللي جدع. تقول لسه فيها خير يا عمر. انا كده هعيط. طب انا اكيد فيه اهو. لا كده عسل كتير قوي يعني. يا عم اخلص بقى، الليل هيليل وانا عمال اتحايل عليك. اتفضل يا سالم. امر الله. اتفضل اتفضل. انتي ماشي مانو؟ بس انا مش مصدق انك ما حاولتش مع البت دي. يعني حاولت. اه كده انا فهمت، اخوه يعني. وانا اللي ظلمتك يا عم عمر. مد رجليك شويه يا عم. طب ايه هو لسه بدري؟ بعدين ايه المنطقه المعفنه اللي انت جايبنا فيها دي؟ على قد لحياتك مد رجليك، هعمل ايه؟ بيني وبينك انا دفعت نص اللي معايا لما حسبت على مشاريب في القهوه. ماشي يا سيدي، اديك اخدت تمن جت عندك. تعال هنا؟ خش. ايه؟ لسه في تحت؟